احمد، انا يعني قاعد قدام اكاديميه فنون، مش مجرد فنان عادي. يعني كلمني عن مشوارك الاكاديمي الكبير والمشرف جدا الحقيقه. من انهي جانب؟ من الجانب يعني انت خريج معهد فنون، يعني معاك دبلوم معهد ليوناردو دافينشي، معاك دراسات عليا اخراج ودكتوراه في فلسفه الفنون من بوخارست، مخرج، يعني كلمنا. لا، هو يعني زي ما تقول ان احنا جيل ما كناش بنفكر احنا عاوزين شهاده ايه بالظبط. احنا جيل كنا بنلعب، بس بنلعب صح، وكنا اللي بنحبه بندرسه او بنحاول ناخد معلومات حقيقيه بنستقيها، سواء اذا كان يعني ابتداء من واحنا اطفال صغيرين كده كان في مكتبه فصل، يعني ازاي الواحد وهو في ابتدائي يقرا كتاب ويلخصه ويقوم يشرحه لزمايله. المسألة دي عودتنا مع كل الأنشطة الفنية بقى، يعني وانت ما كانش فيه بقى لا كيجي 1 ولا كيجي 2 ولا حاجة، هي كانت أحسن مدارس المدارس الحكومية. فعشان كنا من سنة من ابتدائي دي وإعدادي وثانوي بنمارس فنون عديدة جدا من غير ما يبقى في دماغنا ان احنا نحترف ده ولا لا. فكان في انشطه عديده، يعني كان في انشطه رياضيه، وكان في انشطه ثقافيه عديده، وكان في مسابقات للمسرح متنوعه، وكان في المسابقات دي يعني لك ان تتخيل كنا في اعدادي وثانوي بيفرض علينا من قبل الوزاره نشتغل شكسبير ومولير. ده الجيل كله مش احنا. ده طبعا خلانا ان احنا متعودين ان احنا ناخد اي حاجه بنحبها، اي هوايه بنحبها بناخدها على اصولها. يعني عشان تبقى متميز فلازم تتعلم، لازم تدرس، لازم تتقن اللي انت بتحبه. ده خلى ناس كتيره جدا جدا تتميز، وخلى ناس كتير قوي تتعلم. برضو خلاني انا لما اكون غاوي حاجة ابسط ما فيها ايه اتعلمها، يعني اروح اتعلم الحكاية دي وامارسها. وده شجعني، او كمان الاسرة في محيط الاسرة عندي شجعتني ان انا اعمل الكلام ده انا واخواتي.